يلا راح ان الرجل نزل بعائشة. ايه المشكلة فيها؟ فيها شرحها، اذا شرحتها وقنعتنا انا اسنن، اذا ما قنعتنا تتشيع. جيد. طيب هقول لحضرتك حاجة. yeah. انا بس مش حافظ نص الحديث، ولكن عارف معناه كله، يعني حافظه معناه. طيب ايه المشكلة؟ يعني مثلا لما حد بقى، ولا يفترض امي، مش هقول لك سيد عيشة، امي، امك، شخص جه عادي واستضافته في البيت واكلته وشربته، ايه المشكله في كده؟ يعني اكلته وشربته وعمل ايه بعد ما اكل وشرب؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ شرحت له امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشرح عادي، يعني شرحت له امر بناء على فعل الرسول، ايه المشكله في كده؟ لا دقيقه واحده واحده، انت ضربت مثال عظيم، كلش عظيم. انت الان تقول انه امك الكريمه طبعا مثلا تكون هي ارمله او مطلقه، جيد، وعندها بيت وحدها، يجي عندها رجل، هي شنو هي يعني امك الكريمه؟ شنو هي، مدرسه مثلا؟ شنو، معلمه؟ لا، لما تكون زوجة النبي تختلف عن امك. زوجة النبي طبعا. ايه يعني زوجة النبي؟ يعني ما حدش يجامع بس النبي؟ طبعا ما حدش يقدر يعمل معاه حاجه غير النبي. عندك دليل؟ عندك دليل؟ عندك ما تضحكش، بس عندك دليل ان هي عملت حاجه غلط؟ هذا طعن، هذا طعن بالصحابه. عندك دليل ان هي عملت حاجه غلط؟ هو الان جايين بس إيه؟ وحده وحده، هذا طعن بالصحابه. يعني انت تقول طعن ليه؟ مو انت تقول ما حدش يعرف الجماع بس عيشه، طيب والصحابه؟ اصل النبي بس هو اللي جامع عائشه، طيب وبقيه الصحابه؟ طيب من وين طلعوا ابنائهم؟ وين جامعوا؟ صخول ولا شنو؟ لا 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 لا، انت فهمتني غلط، او تفهمت غلط، او حاولت تقول تشرح كلامي غلط. انا ما قلتش كده لا خالص. نعيد من جديد، نعيد من جديد. أنا هي ليش الراجل يروح عندها؟ عشان زوجة النبي. طيب عشان زوجة النبي عندها ايه؟ عندها علم. طيب عندها علم فين؟ في الجماع. طيب والبقية ما عندهمش علمي ولا ايه؟ لا، اما احب اخد حاجة، يعني انا نفسي اما احب اخد حاجة من حد، معلومة من حد، من المنتج الاصلي، انا محب بيها. اخذها من الاصلي، من المعمل الاصلي. هذا الكلام، هذا بحب. انت تضحك والله العظيم كارم. انا بضحك عليك انت، والله بضحك عليك والله كارم، والله العظيم. اي لما بحب تاخذ معلومة ازاي تغسل المني، ازاي تقامع، لازم تاخذه من المعمل الاصلي، من المنتج الاصلي. سؤال بس، هذا الكلام هذا، هذا ليه؟ هذا الكلام هذا. استنى هذا مو كلام. استنى خلينا نتكلم. استنى ليه النبي فضل متزوجة؟ عفوا، ليه النبي فضل متزوج السيدة عائشة طالما ان هي مش لا 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 لا، هذا مو موضوعنا. انت وين رحت؟ عندنا رجل مجنب، عندنا رجل مجنب، لازم ملابسه، ومجنب جاي يفرك ملابسه ببيت عائشة. وين رحت للنبي؟ النبي ميت، دفنتوه حديدة، لا هي نفعة ولا هي ضرة عندكم. وين رحت للنبي؟ انا مش شايف فيها مشكلة. هو الان مش هتقنعني فيها. انت الان تقول انه الراجل ولا مؤاخذة رايح ياخذ معلوماته من المنتج الاصلي. طيب مثل ابو موسى الاشعري ما كانش عارف المنتج الاصلي، ابو بكر ما كانش عارف المنتج الاصلي، عمر ما كانش عارف المنتج الاصلي، خالد بن الوليد ما كانش عارف. يعني المنتج الاصلي فقط عند عائشة. بص يا امير دلوقتي انت شايف ان دي فيها مشكلة، وشايف ان دي عملت حاجة عيب او حاجة غلط، انت شايفها كده انت. لو سمحت كمل الشرح، لا تهرب، كمل الشرح. انت مو قلت راح تشرح الرواية؟ شوف انت الان تورطت، تريد تهرب، كمل شرح. ازاي المنتج الوحيد الاصلي عند عيشة؟ تفضل اشرح لي. لا مش المنتج، لا لا، ما تقولش كلام وتحاول تلون في الكلام عشان تظهر ان انت تقوي الحجة. هذا كلامك، والله كلامك. لا والله ما قلت كده. طيب نعيد للمرة الثالثة. نعيد، الراجل راح عند عيشة، راح لي عشان تعلمه. طيب ليه ما راح تعلم من الرجالة؟ لا هو ما كانش رايح القصد عشان تعلمه. طيب ها كان هيعمل ايه عندها؟ استضافته عادي.
استضافت استضافته عادي. حد غريب، حد غريب وجاي واستضافته، ايه المشكله؟ يعني هي تستضيف كده لله، المشكله في كده؟ يعني اي واحد بالشارع تجيبه وتستضيفه انت، هذا انت اختك تسوي هذا الشيء؟ لا لا مش، لا طبعا مش اي حد. اه لازم، حد غريب وجاي طلب الاستضافه. شنو حد، لا شنو حد، حد يعني هي مثل واقفه على الحدود، شنو كلمه حد غريب؟ اما حد غريب يجي لك البلد عندك وتستضيفه فيها مشكله؟ وفين الرجاله؟ الرجاله طيب يعني رجاله، الرجاله ما لكش دعوه بالرجاله، انا بقول لك غلط. ما لكش دعوه بالرجاله. ليش انت مالك ومال الرجاله؟ بتسال عن الرجاله ليه دلوقتي؟ راجل يستقبلوا، انتوا عندكم الرجاله يستقبلهم؟ يعني جاي تعجب انت، جاي بسالك. لا لا ما تحاولش تطلع في الكلام، بقول لك دلوقتي لما تستقبل راجل، ايه المشكله في كده؟ راجل دخل للبلد تستقبله سنت عايشه لوحدها ولا يستقبلوه الرجاله؟ بنت عايشه لوحدها؟ اي مره عايشه لوحدها ولا يستقبلوه رجاله البلد؟ لا 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 لا، دي مش بنت عايشه لوحدها، دي زوجة النبي، وكل الناس يقصدونها. زوجة النبي تختلف، هي مره ولا راجل؟ زوجة النبي تختلف عن اي واحده تاني. هو جاي مره ولا راجل؟ خلينا نحدد حتى نفتهم. جاي لزوجة النبي مره ولا راجل؟ انا بقول لك زوجة النبي، زوجة النبي يتجوز راجل؟ ما انا اسالك، انا تشوف انتم شو تعتقدون هي يعني مره صح ست؟